حلقتك عن أم عاطف ما رح تطلع فيها على الهواء. ما مشكلة، ما حنطلع فيها على الهواء. بس مين لحق وخبرك إذا أنا هلأ لحتى خبرت فريقي؟ مو هذا المهم، المهم إنه قضية أم عاطف خط أحمر. رامز أنا بعرفك بتحب المناصب وبتخاف على مكانتك، بس مو كل هالقد. أنت قبل ما تكون مدير كنت صحفي ومراسل، شو اللي تغير؟ أعذرني، بدي استخدم كل صلاحياتي وقال لك كلياتنا منكم بخطر مهند. ايه كل هالقد أم عاطف تخوف لحتى مدير محطة حاسس بالخطر إذا بنذكر اسمه على الهواء؟ عم تقول رح نتعرض للخطر يا سيدي؟ أنا موافق، وهالمرة مصر أكتر من قبل أعرف مين وراها ووراك، مين اللي طلعها وسكتك؟ معناته البرنامج رح يتوقف. ايه ما في أي مشكلة، بعرضه بشي محطة تانية أو على منصة تواصل أو على حسابي الشخصي، ما عادت فارقة. ما فيك تعرضه وين ما رحت مهند. أنا ماني ضدك ولا ضد الشي اللي عم تعمله، وأكيد أنا ضد أم عاطف وأمثالها، بس فكر منيح، أم عاطف طلعت لعدم اكتمال الأدلة والقضية لسه ما تسكرت، وأنت طرحت السؤال وعملت اللي عليك، اترك الجواب للمختصين. برنامجك لسه جديد وعم يعمل نقلة نوعية، لا تحرق وتحرق حالك. مهند أنا مآمن فيك ومآمن إنك قدران تعمل سكوب من أي موضوع قد ما بين تافه. أي وقت بتعرف شي حاكيني؟ أنا تمام، يلا سكر وسكر بحكي المدرب. ولو يا أستاذ مهند، بعرفك إنسان مهني، يعني مو معقول تخلط الشخصي بالعملي. مو لتبطلي حركاتك السخيفة بالأول، أنت ما بدك تكبري. شكلها بنت الشاطر حسن، قطعت لك كرت مرتب. بتعرفي شو؟ أنت من هاي اللحظة برات برنامجي، وهذا القرار ما راح تراجع عنه ابدا. وشو راح تقول لهم السبب؟ اني تاخرت 10 دقائق؟ راح اقول لهم اني ما بحب الغدارين والفسافيس واللي بيسربوا معلومات. هالمره خبرتي رامز، المره الجايه مو بعيده الاقي برنامج على شي محطه تانية، واكيد ما راح استنى لحتى تصير هاي اللحظه. دقيقه مهند، انت شو عم تحكي؟ أنا ما خبرت رامز بشي. أنا ممكن برر لك اللي عملتيه بيني وبين سمر، بس ولا ممكن برر لك هذا الموضوع. اللي طلع أم عاطف هو اللي ورا رامز، وبحركتك السخيفة هي خليتيهم يبقوا ويسيطروا، وصرتي شريكة معهم بملف الإتجار بالنساء.